الصين بعد قليل. نشرة الأخبار التنزوية من منصة أبرنوس في استوديوهاتها المركزية في طنجة مع مراسلكم الرأي المغربي. أهلا وسهلا بكم. شكرا شكرا الرأي المغربي، مشكور كل من حضر معنا ومن سيبقى معنا إلى نهاية النشرة. سنوافيكم بآخر مستجدات القضايا الرياضية والسياسية الحاصلة في ما حصلت عليه السياسة الجزائرية. هناك أخبار سياسية وأخرى رياضية. نبدأ بالخبر الأول. أستاذ الرأي المغربي، لأول مرة في التاريخ فريق لكرة القدم ينهزم في مباراتين في يوم واحد، الهزيمة الأولى مع نهضة بركان ب3-0، والهزيمة الثانية مع شباب بالوزداد في بمناسبة كأس نصف نهائي كأس الجمهورية. أستاذ الرأي المغربي، كيف تقرؤون هذه الهزيمة الثنائية، وكيف هو رد فعل الجماهير الاتحادية العاصمية، وكيف تفاعل بعد ذلك المنومون من أمثال حفيظ دراجي ومصطفى أبو السبائر وآخرون وأخريات؟ الله، تحياتي لكم من بلوزداد، هذه المدينة التي شهدت الهزيمة الثانية لفريق اتحاد العاصمة الذي غنى منذ البارحة أغنية حشاها لتبون. هذه الأغنية لاقت انتشارا واسعا لدى الجمهور العصامي، أي جمهور اتحاد العاصمة، بعد أن تبين لهم أو بعد خروج الصفعة المدوية المدقدقة المصرفقة التي أطلقها الكاف في وجه الاتحادية الجزائرية وفي وجه فريق اتحاد العاصمة. فبعد سماع دوي مرمى اللاقة وتأكيد فوز فريق نهضة بركان ب3 أهداف مقابل زيرو، هذه النتيجة جعلت الإخوة أو اتحاد العاصمة وجماهيره يتبين لهم أنه لا مجال سوى السماع لأغنية حشاهالي صادي بعد أن كان تبون هو الأول في هذه الأغنية. وانهزم فريق اتحاد العاصمة في نصف نهائية كأس الجمهورية الذي كانوا قد طالبوا بتأجيله، ولم يتأجل إلا بعد أن تبين أن الماروك أيضا منخرط في هذه المؤامرة على اتحاد العاصمة. لذلك تبين لاتحاد العاصمة أنه تم التضحية به في سبيل إبراهيم غالي وانعيجات البوليزاريو، وهذا ما رفضه أنصار اتحاد العاصمة الذين حاولوا بكل ما أوتوا من قوة نشر صوتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحديث عن هذا الأمر عبر تغريدات في الفيسبوك ويوتيوب والإنستغرام وغيره. خرجوا يتباكون، وتأكد لهم أن قضية نهضة بركان كانت تضحية باتحاد العاصمة، وهو ما حاولت الأبواق من قبيل حفيظ دراجي ومصطفى بوسبير الذي تمت تسميته هذا اليوم وطباعة اسم جديد ستافزوك. هذا ستافزو، مصطفى ستافزو، تبين حقيقة أنه الآن وهو وبعض الأبواق يحاولون استخدام لغة العاطفة والمشاعر والأخلاق الحميدة وأيضا الأخلاق الدينية والوطنية وأخلاق السيادة الوطنية وأخلاق الجزائر العتية وأيضا شعارات متتالية. فهذا الأمر جعلهم يطلقون أغنية جديدة، فبعد أغنية قاسامة وأغنية لقجع والمخزن والمروك انطلق ديسك جديد برعاية نهضة بركان. دعونا نسمع فقرات منه. السيادة الوطنية، سيادة الشعب، سيادي. إذن كان هذا هو الديسك الجديد المطروح الآن على الأسواق في الجمهورية الجزائرية. من أجل تبريد الفرفارة وتسخين الفرفارة في حين آخر أطلقت أغنية السيادة. السيادة، وهي لا ما هي هذه السيادة أو هذه الشعارات والأغنية لم يعرها جمهور اتحاد العاصمة انتباها. فهل يطور جمهور اتحاد العاصمة على الاتحادية الجزائرية؟ هل يمرمقها ويرونها جمهور اتحاد العاصمة في وجه الأقلام والأبواق التبونية؟ هل يهجم اتحاد العاصمة وجمهوره على حافظ طعراجي ومصطفى ستافزوك؟ هل تتحول القضية إلى روينة في داخل الجزائر بعد أن حاول النظام في الجزائر تحويلها إلى المغرب؟ كل هذه الهلهلات وغيرها سوف نتابعها بالتفصيل من هنا إلى هناك.
إلى هناك إلى لوزان، أستاذ الرأي المغربي المحلل الاستراتيجي والخبير في شؤون كرة القدم والمحامي الدولي الخاص بمحكمة الطاس. من لوزان نستقبل نشرتكم هناك وقراءتكم لحضور وليد صادي إلى هناك محملا بقضيتين وخمسة محامين من أجل ربح قضية الفشل الذريع الذي مني به في الجزائر العاصمة. هناك وليد صادي سيرفع قضيتين حسب ما نشرته آخر الأخبار، ومؤازر كما قلنا بخمس محاميين دوليين. القضية الأولى تتعلق بطلب الكاف وفرض الكاف على الاتحادية الجزائرية التسليم القمصان الموشحة والمرصعة بخريطة المغرب كاملة مكتملة لفريق بركان. والقضية الثانية هي هزيمة اتحاد العاصمة 3-0. كيف تقرؤون هذا التحول إلى لوزان، وما علاقة لوزان بسويسرا، جنيف، الفيفا، مشاكرا، الماتش يتعاود؟ تحياتي لكم مستمعينا الكرام هنا من سويسرا، حيث الأجواء باردة والزقيل والسقيل يعم المكان في انتظار التحاق مشاكرة، عارف مشاكرة، والتحاق سفيرة النوايا الحسنة صوفيا بلمان مع الهبل والعبط من الجمهورية الجزائرية. ما زالت السلطات في سويسرا تستعد لبناء الحواجز وأيضا وضع الترتيبات الأمنية في انتظار وقوع مظاهرات على المحكمة الدولية الطاس، التي أيضا بدورها تستعد لتلميع أوانيها والطاسات والقوامل في انتظار أن تبربق بها وليد صادي المصدي أصلا، وهو ما تعمل عليه الآن. تابعنا حقيقة الخرجات الإعلامية للاتحادية الجزائرية وأيضا للطبالة من قبيل الطعراجي وأيضا مصطفى ستافزوك، هؤلاء الآن يحاولون أن يوجهوا الاتحادية الجزائرية في رفع دعوى على الاتحاد الإفريقي، هذا الذي مرمق وبربق وصرفق الاتحادية الجزائرية بطريقة لم يكن ينتظروها. فقد تم الهجوم على الاتحادية الإفريقية وتخوينها والدعاء أن شيكور إفريقيا هو لقجع دمية المخزن. هذا الشيكور حقيقة هو الآن في الاتهامات الجزائرية، لكن في الجانب الآخر المغاربة أطلقوا أغنية ردوا بها على الاتحادية الجزائرية وأيضا الطبالة والشياطة في الجزائر، فقد أطلقوا أغنية نضدعيه نضدعيه لا تبقايش جالسة نضدعيه سيري دعيه. فهذه الأغنية الشعبية المعروفة والمنتشرة تجدونها في بعض من فيديوهاتي هي التي أطلقها المغاربة للرد على كل الأبواق الجزائرية في واحدة من أكبر المدلات والاستفزازات التي ضرب بها المغاربة الطر للجزائريين ورموا الورود على قبورهم كما تفعل ديكوين الآن. فهذا الأمر حقيقة هو ما رد به الجزائريون في انتظار مسلسل جديد برعاية أتاي الدحميس. أربح الماتش بلا تكرفيس، من هنا إلى هناك. نعم، إلى هناك الرأي المغربي. وعودة إلى الموضوع لآخر مرة قبل أن نمر إلى خبر خطير جدا معبر جدا يتعلق الأمر في الخبر الأخير الذي أحاول من خلال هذا التذكير أن أضمن انتباه ومتابعة الإخوان والأخوات من متابعي تنزة تيفي. خبر اعتقال المدير العام السابق للأمن الوطني. قبل هذا الخبر الخطير والخطير جدا والدال جدا على عدد من التقابي وقعت على مستوى الأمني الجزائري، دعنا نقرأ دلالات بكائيات الإعلام الجزائري وعدد من المؤثرين بين مزدوجتين حين يتحدثون عن التمرميق، عن الكف، عن الهزائم المتتالية مع لقجع، عن السلطة التي يتمتع بها لقجع والتي جعلته يفعل ما يشاء في الكاف، عن الاستفزازات كما عبر عن ذلك مصطفى ستف في سميتو عليه.
تحياتي لكم في إطار التدخلات السريعة لإنقاذ المواقف المحرجة. فعلا الأخوة الكرام، الموضوع أصبح الآن هو حديث أيضا الصحافة الجزائرية عن ارتفاع مشتريات الجزائريين من أدوية ارتفاع ضغط الدم والشقيقة في الرأس والحرقة المعدة. هذه الأدوية جراء ما فعله لقجع شيكور إفريقيا وشيكور الاتحادية الجزائرية بسبب السيطرة المخزنية على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. فعلا الموضوع أصبحنا نسمع بعض الخرجات التي ما فيهاش أي إحراج في أن يقولوها مباشرة. فقد تابعتم أن القضية كلمة غاضتني كثير، وأيضا مسألة حسينا بالحقرة، مرمقنا لقجع، بربقنا لقجع، سرفقنا لقجع، دقدقنا لقجع، هرهرنا لقجع. كل هذه المصطلحات أصبحت الآن تسمع على بلاتوهات القنوات خصوصا الرياضية في الجزائر. فالمتابع الجزائري أصبح يأنف بحكم أنه النيف الجزائري يحاولون دائما إخراجه، وحتى أصبح النيف طويلا يمرمغ من طرف ما يسمى بدمية المخزن، وهو شيكور إفريقيا وشيكور الاتحادية الجزائرية ألا هو لقجع. هذا الرجل حقيقة أصبح عقدة نفسية في البلاتوهات الجزائري، يذكر اسمه أكثر مما يذكر اسم تبون على مستوى الجزائر. لقجع والمخزن والمؤامرة، هذه الكلمات الثلاثة تذكر في البلاتوهات والقنوات والمجلات وأيضا الصحف الجزائرية أكثر ما يذكر اسم تبون. لذلك بسبب كل هذه الخطابات تحول المجتمع الجزائري إلى مجتمع مع بعض الاستثناءات. طبعا نحن نتحدث عن الطعرجية وطبالة النظام في الجزائر إلى شبه مرضى نفسانيين يتحدثون في البلاتوهات. وقد تابعتم أيضا إحدى اللايفات التي تحدث فيها مصطفى ستاف الزوق. هذا المصطفى تحدث على أنه المروك أو يجب أن على الجزائر أن تقوم بتوظيف عسكري، وبهذه العبارة حقيقة قالها، قال يجب على الجزائر أن توظف عسكري جنرال دو بريغاد أو كابران في الاتحادية الجزائرية حتى يدخل في المروك جود كما يدعي. ولكن ما زلنا نتساءل، ما زال ما بانش عندكم شي واحد. فروراو الذي تتعنون به قد هزمه لقجع، ذكرني بعدد الأصوات الإخوة الكرام، بكم فاز لقجع على روراو؟ الهزيمة كانت قاسية على ما أعتقد، جاب 5 أصوات بس مقابل شي كده 30. صحيح صحيح فعلا كذا، 30 مقابل. فبالتالي لم يعد في الجزائر أي أحد قادر على منافسة لقجع، كان هذا الأمر. ولكن مع كل هذه التساؤلات تظل بعض الهلهلات التي يجب أن ترفع من منصتكم، وأيضا تطرح تساؤلات جيوستراتيجية ميتافيزيقية كرغولية مهمة. هل ستستمر خطاب البكائيات بعد انتهاء خطاب العنتريات؟ هل سوف يظل المواطن الجزائري يتحدث عن النيف وهو مرمغ مدقدق ممرمد على المستوى الإفريقي؟ هل سيستمر لقجع في حكم إفريقيا؟ هل سوف يتم تنحية وليد صادي بعد أن قدموه على أنه الرجل الحديدي؟ هل سوف تستمر الأبواق الجزائرية في الهجوم على الكاف وادعاء المؤامرة؟ هل سوف يظل المواطن الجزائري رهينا للأبواق التبونية؟ هل سوف يظل المتابع الجزائري لا يستخدم عقله ليستمع إلى الأصوات التونسية والمصرية والخليجية؟ هل سوف تظل الاتحادية الجزائرية تعلق فشلها على شيكور إفريقيا لقجع؟ كل هذه الهلهلات وغيرها ننتظر الإجابة عليها. من هنا إلى هناك، وهذه النشرة برعاية الحليب القطري. الآن بعد قليل.
بعد قليل دائما خلوكم معنا. من بين ما حصل بالأمس هو أن لأول مرة في تاريخ التدوين الدراجي التعراجي، حفيظ يسحب تدوينة تتعلق بتفاعل عبيط غبي بدون استشارة الكبرانات مع هزيمة الاتحاد العاصمة، وبعدها مباشرة يستعيض بتقديم فيديو معلق صوتي، يعني خلى الأطباق وخلى الجيوش ورجال الأطباق، خلى الرياضة والكرة، وعاد حفيظ الدراجي ليحدثنا عن مشروع قطري ب 51% هذه المرة، بعد أن عاثوا بالأنف المخنخن في مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون على أن الدولة الجزائرية لا تسمح للمستثمرين الأجانب بأكثر من 15%. ها هم الآن خرجوا إلينا بهذا المشروع الذي قارة 2 مليون كيلومتر مربع تستعين بدولة قطر بما يسمونه هم نفرين ومترين وسطرين. فكيف لنفرين ومترين وسطرين أن يرفعوا تحدي إشباع الجزائري بالحليب؟ أعطيه يتقرع، أعطيه يشرب، أعطيه الغبرة في الماء. بخصوص هذا المشروع، كيف تقرؤون هذه الأشياء أستاذ محلل استراتيجي الرأي المغربي من قناة الجزيرة هناك في الدوحة؟ السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم مشاهدينا الكرام هنا من القاعة التي وقع فيها الاتفاق التاريخي الاستراتيجي، والذي وجه الكفيل القطري حفيظ الطعراجي إلى الحديث عنه شخصيا عبر صفحاته. قبل أن نفسر ونحلل ونمرغ أنف القطراجي، دعونا نستمع إلى الإشهار الذي قدمه حفيظ الطعراجي ملكالة، الذي تحول من التعليق على الرياضة إلى التعليق عن الحليب القطري النابع من الكفيل الكويت القطري. شراكة قطرية جزائرية، أكبر مشروع زراعي صناعي متكامل لإنتاج الألبان والحليب المجفف في العالم، لتربية أبقار الحلوب وإنتاج مسحوق الحليب في مساحة إجمالية قدرها 117,000 هكتار، مكونة من 3 أقطاب: مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف، مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، ومصنع لإنتاج مسحوق الحليب. سيسمح هذا المشروع بتغطية 50% من الاحتياجات الوطنية من مسحوق الحليب واللحوم الحمراء، وسيتم استخدام أحدث التقنيات العالمية. المشروع الأول من نوعه في الجزائر، خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي. إذن تابعتم مستمعينا الكرام مشاهدينا كيف أن حافظ الطعراجي تحول إلى معلق على مشروع الحليب القطري الذي بفضل قطر، تلك الدولة التي وصفها الإعلام في الجزائر في السابق بأنه دولة صغيرة الحجم، وأن الجزائر دولة القارة والقوة الضاربة للخرط والعظيمة الكبيرة الواسعة. هذه الدولة لم تستطع أن تنتج أو أن تقوم بمصنع حليب ليأتي الكفيل القطري، الذي لطالما كانوا يتحدثون على أن قطر مجرد دولة صغيرة. هذه الدولة الآن هي المتحكمة في الحليب وفي الأمن الغذائي ومشتقات الحليب واللحوم في القوة الضاربة. فأين العنتريات الجزائرية؟ وأين تلك الشعارات التي لطالما دافع بها التبوني والشيات المشماشي وأيضا البيستاشي أمام المغاربة؟ أم أن حينما يتدخل الكفيل القطري ينصاع الجزائري؟ وهو ما حدث الآن مع حفيظ الطعراجي الذي تحول من معلق للرياضي ليغني أغنيته الشهيرة أخشيها في الجول يا القطري. هكذا كانت التعليقات التي انهالت على صفحات الطعراجي، فقد تحدثوا عن الهدف الحقيقي والخطير الذي سجله الكفيل القطري في المرمى الجزائري، والذي استقبله الجزائريون بالأفراح والزغاريد. فقد انتهى زمن استهلاك الجزائريين لغبرة الحليب الأوغندي الحاج بوغندي، وتحول الجزائري بعد سنوات قليلة إلى استعمال واستهلاك حليب الكفيل القطري. طال عمرك يا شيخ آل تميم محمد. هذا هو الحدث الآن على مستوى الجزائري قاطبة، فالجميع فرح بدخول
القطري وإنتاج الحليب المجفف والغبرة ونص غبرة على مستوى الجزائر، بعد أن عجز نظام تبون ونظام بوتفليقة وبومدين وكل الذين مروا على صناعة وإنتاج حليب جزائري خالص. يتدخل الشكور الكفيل القطري لوضع مصنع ولوزين كبير ليغذي ويرضع ويعطي الحليب للجزائري في واحدة من الإهانات التي لم يتوقعها حتى أكفس المحللين المراركة. فهل سيكون ثمن الحليب القطري مناسبا للجيب الجزائري؟ هل سوف يتوفر الحليب القطري بشكل يوقف الطوابير في الجزائر؟ هل سوف يكون الحليب القطري بنفس ثمن الحليب الغبرة الأوغندي؟ هل سيكون مذاق الحليب القطري مثل المذاق الحليب الغبرة الأوغندي البوغندي؟ هل سوف تتوقف الجزائر عن تصدير فيديوهات الطوابير للمتابع العربي؟ كل هذه الهلهلات وغيرها سوف تجيب عليها الوقت. من هنا إلى هناك، كنتم معنا في نشرة الأخبار الطنزوية من منصة أبرنوس، هذه الأخبار صادرة من الحقيقة بنكهة فكاهية سياسية. أسعد الشرعي كاين في المغرب، كاين أخويا أسعد الشرعي في المغرب، واش فراسك يا برنوس؟ راه أسعد الشرعي داك اللي كيقول قرررر راه كاين في المغرب، ولكن كيدور به غير واحد خونا، واحد خونا كيبني الديور معروف كيقولوا له المقاول، كيبني ديديكاس. بلش ما بقاش كيبان لي، ما بقاش كيجي يتفرج فيا، ما عرفت. لا لا كاين كاين، قبيله كندير لنا تحيه، تحياتي جميعا. ما بانش في التعليقات ديالو الاخوان. وصلوا المليون خير الله، ما بقاش بزاف، نحاولوا نديروا مجهود نوصلوا المليون. باقي خبر واحد، اذا خبر واحد، ولكن نحاولوا في التكباس جميعنا، في التكباس وكنتصنتوا ككل شيء يكبس ويتصنت. الخبر الاخير والتفاعل نتاع خير الراي المغربي من هناك. آخر خبر وهو خبر خطير وخطير جدا، معبر ومعبر جدا عن حجم التضعضع الذي تعاني منه الدولة الجزائرية. حرب الطيارات في الجزائر، الطيارات بالتاء وليس بالطاء، الطيارات مازال جاية، دابا كيبداو بالطيارات عاد كيجيو الطيارات بيناتهم. الأمر لن يتعلق هذه المرة بما حدث في العشرية السوداء، سيتحول الأمر إلى مواجهات عسكرية داخل الجزائر، هكذا أرى الأمور. ولهليكونها يا ربي، لأن لا نريد الضرر لإخواننا الجزائر في إطار خوالة للفتنة، في إطار لا للفتنة اللي كتبان لهم داك لا للفتنة غير ملي كيكونوا واكلين الدق. ما علينا، الخبر يقول إخواني أخواتي ولاد عمي بنات عمي، بأن تبون أمر باعتقال المدير العام للأمن الوطني السابق فريد بن الشيخ بتهمة التآمر والتخابر مع إسرائيل، ومعه تم اعتقال فردين مهمين جدا. الأول اسمه عبد الحكيم بلوار، مدير الإعلام بالمديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، وطارق كاس، رئيس المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة دائما بالجزائر. الأمر يتعلق إذن بتخابر مع إسرائيل، وبأعلى سلطة أمنية في الجزائر تتخابر مع إسرائيل، مما يعني أن جميع المعلومات الأمنية قد سربت إلى إسرائيل. هذا اعتراف منهم حين يقولون أننا اعتقلنا فلان لأنه يتخابر، ونظرا لمنصبه الحساس حيث استقدم من فرنسا للقيام بوظيفة الأمن أو بترأس جهاز الأمن في الجزائر، فهذا أمر خطير وخطير جدا. في هذا الإطار ننتظر قراءة من محللنا الاستراتيجي والخبير الأمني والخبير في الاستخبارات والاستعلامات العابرة للقارات، أستاذ الرأي المغربي، كيف تقرؤون هذا الإعلان؟ كيف تقرؤون هذه الاعتقالات؟ وكيف تقرؤون هذا الاعتراف بأن الأمن المعلوماتي في الجزائر قد خرج خرقا وتقب تقبا، ولم يعد هناك أسرار للدولة هناك في الدولة القارة؟
تحياتي مشاهدينا الكرام، مستمعينا الكرام. الموضوع جلل والقضية كبيرة، وبحضور لفان ديانا المطلقات البيستاشيات والمشماشيات ندعوكم إلى الاستماع معنا. أهلا وسهلا. حقيقة هذا الموضوع لم أرى أي شيات تبوني قهوي كارغول بردع يتحدث عنه. اعتقال مدير الأمن في الجزائر بتهمة التخابر مع إسرائيل، هذه الدولة التي تتهمها الجزائر باستهدافها واستهداف أمنها، وبأن المروك هو الذي يساعدها في ذلك. تبين للجزائري الصغير قبل الكبير، ولتبون ولغير تبون، وللشيات ولغير الشيات، أن من الجزائريين هو من كان يسرب المعلومات الاستراتيجية، وبالتالي فقد تبين للمواطن الجزائري أن الرقعة الجغرافية للجزائر هذه العريضة والطويلة حين آخر والكوكب والقوة الضاربة هي فعلا مفتوحة فتحة كبيرة، وأيضا مطقوبة مخروقة ومشرقة للإسرائيليين وللاستخبارات الإسرائيلية. فقد أعطيت المعلومات الجميع في الجزائر للكيان الإسرائيلي، فبالتالي فهل يتساءل المواطن الجزائري ما هي المعلومات التي سربها المدير المخابرات الجزائرية، مدير العفو الأمن الجزائري، وهل من حق الجزائري أن يعلم هل سربت عقود الازدياد والتسميات والإمكانيات والمناطق الحساسة والأمنية استراتيجية، أم أن التبوني سيظل مقابل المغرب حتى دخلت إسرائيل واشترت العبيد من داخل الجزائر، وظفت مدير الأمن ومدير الاستخبارات العامة الذين تم الإتيان بهم من فرنسا ووضعهم على رقاب الجزائريين. إذن الجزائر بخلاصة وبالعربية التعرابت كما وضحت أستاذي الكريم، هي الآن مجرد فتحة كبيرة في شمال إفريقيا تفعل فيها إسرائيل ما تشاء بعد أن سربت المعلومات الحساسة والأمنية. وأيضا هناك تغريدات للمعارض الجزائري أمير ديزيد، والتي تحدث فيها على أن هذا المدير العام للأمن كان حاضرا في أحد الاجتماعات التي من خلال هذا الاجتماع تم اتهام أمير ديزيد بالتعامل مع الحموشي، وبعد أن تم اعتقال مدير الأمن تم اتهامه بأنه هو الذي كان يسرب المعلومات لأمير ديزيد. بمعنى أنه إذا فهمت شي حاجة أجي فهمنا. وقد أعلن أمير ديزيد شكور الجزائر بأنه سيبدأ سلسلة جديدة من نشر غسيل الكبرانات من هنا إلى هناك. من هناك إلى هنا، شكرا الرأي المغربي. جولة كانت مثمرة جدا على مستوى الأخبار التي تم تقاسمها مع أبناء وبنات عمامنا وعماتنا هنا في طنجة تي في أو طنزة تي في. مشكور جدا على تفاعلكم الساخر والطانز مع كل هذه الأخبار، مشكور على حضوركم ومشاركتكم معنا في تأثيث فقرات هذا اللايف المباشر والتفاعل مع أصدقائنا وصديقاتنا. الرأي المغربي، تحياتي لك أيها الشهم النبيل. شكرا، شكرا جزيلا أستاذ برنوز والإخوة المستمعين والأخوات، دون ذكر الأسماء حتى استمر معكم تكون خفيف عليكم وضراف. السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لك خير المغربي، شكرا جزيلا، شكرا.